أهلا بكم. بدأت إسرائيل وحركة حماس للمرة الأولى منذ شهور التفاوض على التفاصيل الصغيرة بشأن اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن محتجزين. هذا التقدم الذي أكده مسؤولان إسرائيليان ومصدر مطلع لموقع أكسيوس الأمريكي قال عنه المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه لا يزال من المبكر الحديث عن أي اختراق في المفاوضات، لكن وبحسب المسؤول القطري فقد أبدى الوسطاء تفاؤلهم بشأن هذا التقدم. وأكد مسؤولون إسرائيليون أن الخلافات بين الجانبين لا تزال قائمة، لكن رد حماس أتاح التقدم من الإطار العام إلى وضع تفاصيل الاتفاق، حيث اشترطت الحركة في الرد الذي قدمته الخميس الماضي الإفراج عن 950 سجينا من بينهم 150 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن حماس تريد اختيار أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، خاصة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، لكن إسرائيل رفضت هذا الطلب. في المقابل طلبت إسرائيل تسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين هم على قيد الحياة وترحيل من سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين إلى دولة أخرى، لكن حماس ردت بالرفض أيضا. ووفقا لموقع أكسيوس فإن الفجوة الأكبر تتمثل في طلب حماس انسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر أنشأته في جنوب مدينة غزة يحول دون عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع. أما نقطة الخلاف الأخرى فهي طلب الحركة أن تنطوي المرحلة التالية من الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار. وبالعودة إلى المفاوضات الجارية التي قد تستغرق أسبوعين بحسب مسؤول إسرائيلي كبير، صرح مصدر مطلع على الجلسة الافتتاحية من المفاوضات بأنها إيجابية، وقال إن الجانبان جاءا ببعض التنازلات والاستعداد للتفاوض. وفي وقت تستمر فيه مباحثات الفرق التقنية أطلع مصدر مطلع بحركة حماس وسائل الإعلام بأنه لا يوجد أي تقدم أو اختراق في المحادثات الجارية عبر الوسطاء بين الحركة وإسرائيل. وقال المسؤول إن الكرة الآن في ملعب نتنياهو. وفي الجانب الإسرائيلي تستمر أيضا تطورات متلاحقة تخص الوفد المفاوض، حيث استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عضو مجلس الحرب بني جانتس من اتخاذ القرار في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة التي تجرى الآن. من الخلافات بالوفد المفاوض إلى أخرى داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسليل سموتريتش اليمينيين هددا بالانسحاب من الحكومة حال تضمنت الصفقة المحتملة مع حركة حماس إطلاق سراح عشرة الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا بقتل إسرائيليين. إذن لنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفينا مباشرة. أولا نرحب من تل أبيب دكتور يوسي يونا الأكاديمي والعضو السابق بالكنيسة الإسرائيلية، على أن ينضم إلينا لاحقا بعد قليل من القاهرة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا في المشهد الليلة دكتور يونا. في البداية ما تعليقك على من يقول إن ربما تأخر إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة هي مسؤولية نتنياهو؟ هنا طلع اولا انا متفائل انه سيتم تبادل اسرى او افراج المحتجزين في الاسرائيليين في قطاع غزه، لكن طبعا ليس لي يعني معلومات خاصه في هذا الشان، والتقرير الذي قدمت يشمل خلينا نقول الشروط والخلافات بهذا الشأن. ومع ذلك كيف ما قلت أنا متفائل أنه يتم اتفاق تبادل الأسرة، لأنه المجتمع الإسرائيلي بإكماله خلينا نقول يعني نسبيا بإكماله يناسب أهمية واسعة لإفراج المحتجزين في قطاع غزة، ما عدا طبعا كيف ما
كيف ما حكيت عن في هناك أحزاب متطرفة يمنية التي ترفض أي اتفاق في هذا الشأن. نعم، ولكن هناك من يقول أن ربما هذا الرأي الذي ربما رأي إيتمار بن غفير وبتليل سموتريتش ليس رأيا أقليا في إسرائيل، بل هناك جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي الذي فعلا يشجع هذا التوجه يعني. وبالتالي هناك من يقول حتى أن المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر يمينية في الفترة الأخيرة من الماضي. في شك في هذا الموضوع انه المجتمع الاسرائيلي اصبح اكثر يميني في الايام الاخيره، لا شك في هذا الموضوع. طبعا يعني بعد ما حدث في يعني المجازر التي ارتكبها على يد حركه حماس، في هناك مشاعر في الشارع الاسرائيلي والمجتمع الاسرائيلي باكماله يدعي بانه اذا في هناك حركه مستعده ان تفعل ذلك وتقول أنه هي مستعدة أن تكرر هذه الأشياء في المستقبل، معناها أنه ليس هناك شريك جدي لمفاوضات سلام مع الشعب الفلسطيني. طبعا في نوع من هذه المشاعر، لكن مع ذلك حسب رأيي بأنه أنه أنه في عدد كبير أغلبية يعني الأغلبية شكرا انه يؤيد صفقه تبادل الاسره، كيف ما قلت، لانه بشكل عام نناسب اهميه واسعه لاسترجاع المحتجزين في قطاع غزه. نعم. طبعا نتنياهو كيف ما قلت انه تحت الضغط من قبل هذه الاحزاب المتطرفه يهدده بان يتم اتفاق تبادل الاسره يتركوا الحكومة، ما يؤدي إلى تفكيك حكومة وبالتالي كريمة، ربما وهذا حتى نعود، نعم، حتى نعود إلى نقطة ربما تقدم المفاوضات بعد الشيء والاقتراب على ما يبدو من الصفقة المحتملة. هل يمكن أن نقول أن عائلات ربما المحتجزين الإسرائيليين والمسيرات والمظاهرات التي ربما قاموا بها في شوارع المدن الإسرائيلية قد أعطت نتيجة هنا؟ هل كانت ربما هي الضغط الذي ربما وجدنا نتيجته لدى حكومة الحرب هنا؟ نقطتين. أولا طبعا كيف ما قلت أنه المجتمع الإسرائيلي يعني بشكل عام يناسب أهمية واسعة لإخراج المختطفين. ثانيا طبعا لهذا الإشي له تأثير على حكومة نتنياهو، ويجب علينا أن ندرك بأن حكومة نتنياهو بشكل خاص له يعني يحتمل المسؤولية لهذا الفشل الاستراتيجي، لهذا الفشل السياسي اللي أدى لارتكاب هذه المجازر في جنوب إسرائيل، ولذلك له مسؤولية واسعة يعني في هذا الموضوع، أنه يجب عليه أن يبدل كل الجهود لكي نسترجع المختطفين من حركة حماس. طبعا هذا شيء واضح ولكن حسب رأيي يعني. نعم، ولكن ربما سمعنا أيضا لأصوات أخرى من داخل إسرائيل كانت تعتبر أن هذه الحرب في الأساس هي حرب على حماس وليست حربا لتحرير هؤلاء المحتجزين الإسرائيليين، حتى أن البعض اعتقد أن ربما حكومة الحرب الحالية تخلت عن هؤلاء يعني، فما تعليقك على ذلك؟ طبعا هناك يعني نوع من التناقضات الداخلية في هذا الموضوع. حسب رأيي، طبعا في هناك مبرر لتواصل الحرب ضد حركة حماس، لأنه حركة كيف ما قلت مصممة أن تسعى لإزالة إسرائيل، وكيف قضاء حركة حماس مرارا وتكرارا تقول أنه هي مستعدة أن تفعل كيف ما فعلت في الماضي، يعني مستعدة أن ترتكب مجازر ضد إسرائيليين. وطبعا يعني هذا يعتبر تهديد جوهري، تهديد ملموس ضد إسرائيل. هذه نقطة، والحرب كيف ما قلت لها مبرر، لكن بنفس الوقت طبعا ليس هناك شك بأنه حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي يسعوا خلينا نقول إفراج
المختطفين. هل هناك أحيانا، هل هناك يعني حساسية، هل هناك نوع من التناقض في هذه في هذا الهدفين؟ آه طبعا في نوع من التناقضات الداخلية في هذه الهدفين. نعم، ربما لو نعلق على بعض الأخبار التي ترد ربما للتو أو منذ دقائق، ونحن عرضنا ربما جزءا منها على الشاشة، وهي ربما مواقف أخيرة من حماس، حماس التي تقول إن إسرائيل تسعى إلى تخريب ربما الصفقة الحالية وعبر استهداف مجمع الشفاء في قطاع غزة. وهنا نعود إلى موضوع استهداف الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء. ربما هناك من اعتبره أنه خطوة ربما بحثت من خلالها إسرائيل عن إنجاز مرحلي أو جزئي، لأنها ربما توقفت بعض الشيء في الفترة الأخيرة في قطاع غزة، فكيف تقرأ ذلك؟ طلع وفق لموقف لحكومة إسرائيل، أنه كيف ما حكيت حضرتك بأنه إسرائيل ليس مستعدة أن تقبل الشروط بأنه سيكون هناك اتفاق نار نهائي، وقف إطلاق نهائي، وهذا يعني فجوة، وهذا في هناك يعني ليس هناك موافقة بين إسرائيل وبين حركة حماس. ووفقا لهذا الشأن بأنه إسرائيل تدعي بأنه من جهة في هناك احتمال لأنه يتم اتفاق لتبادل أسرى، ومن جهة أخرى هذا لا يعني بأنه إسرائيل لا تتواصل في حربها ضد حركة حماس. هذا الموقف الرسمي لحكومة إسرائيل في هذا الشأن. نعم، ولكن ربما هناك قراءات أخرى تقول إن إسرائيل أرادت أن تثبت، أو حكومة الحرب الحالية أو الجيش الإسرائيلي، هناك محاولة لإثبات أن إسرائيل ستبقى على مدى طويل في قطاع غزة، حتى وإن قال الجيش الإسرائيلي إنه أكمل المهمة في شمال غزة، كان هذا إثباتا بأن الجيش مستعد لأن يعود في أي لحظة. فهل تعتقد أن هناك نوايا إسرائيلية فعلا للبقاء في غزة على مدى بعيد؟ خليني أقول يعني نقطة مهمة حسب رأيي، وأنا كمحلل وكطب السلام أقول أنه في نهاية المطاف لا بديل لمفاوضات سلام مع الشعب الفلسطيني مع حركة حماس، لكن هذا في نهاية المطاف يجب أن نتقدم، يجب أن نأتي إلى هذا الأفاق بأنه سيكون سلام بين إسرائيل وبين الشعب الفلسطيني. هذا لا يتماشى مع حكومة نتنياهو. هاي نقطة هامة من قبل أنا أن أريد أن أؤكد عنها. النقطة الثانية أنه طلع حسب رأيي حكومة نتنياهو لا تستطيع أن تستمر يعني بنفس الطريقة التي تبنتها قبل كم شهر، معناها نوع طبيعة الحرب في قطاع غزة، وهي كانت مستعدة وطبعا أو تريد أن حتى في المستقبل أن تكون هناك وفقا للضروط الدولية، وفقا طبعا لموقف أمريكي واضح في هذا الموضوع، كيف ما حكيت وكيف ما رأينا بأنه الإدارة الأمريكية تقول لإسرائيل على الأقل يعني بشكل رسمي أنه نحن نؤيد التواصل مواصلة الحرب ضد حركة حماس، لكن تحت شرط مهم واحد، بأنه لا يلحق هناك أداة في سكان غزة. وهذا طبعا خلينا نقول التحدي أمام إسرائيل. وكيف ما نرى أي في الأيام الأخرى نرى بأنه هناك خلينا نقول فعاليات وعمليات محدودة الحجم. يعني إسرائيل تريد، هذا حسب رأيي كيف ما أرى وكيف ما أقرأ يعني الوضع، بأنه إذا لا 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 يكون هناك اجتياح يعني كامل يمكن أن لا يكون هناك اجتياح كامل لرفا، لكن نرى أن هناك تكون فعاليات وعمليات محدودة الحجم، مطاردة حركة حماس ومقاتلين حماس والإرهابيين، هذا نرى أن يحدث، معناها أنه ليس هناك حرب شامل في قطاع غزة أو اجتياح لرفا، لكن الخيار موجود بأنه تكون هناك عمليات محدودة الحجم كيفما نرى في الأيام الأخيرة. نعم دكتور يونا، أرجو أن تبقى معنا لمواصلة النقاش، سنعرض بعض التفاصيل الإضافية ونعود إليك بعد لحظات.